السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نعمل فاميلي نيو فاميلي على ايه الترابيزة مودرن. فهنختار انجليش، وبعد كده ممكن تختار الترابيزة دي انها تكون مثلا فرنتشر بالشكل دوت، واقول له اوبن. هو برسم لي خطين يساعدوني في الرسم. انا عايز اعمل القاعدة مختلفة عن الجزء اللي فوق، فهدل ده مقاس وده مقاس اخر. فالقاعدة ممكن نخليها اصغر او اكبر حسب اللي انت عايزه. ممكن اللي تحت تكون اصغر، فهقول له ان انا عايز اعمل رفرنس بلان بالشكل دوت. واروح اقول له ان دول ميرور واخد دول برضو، واقول له انا عايزهم روتيت واخليهم هنا في المركز، واقول له كوبي وبزاوية 90. ممكن اقول له بقى دايمنشن ان دي مع دي ودي مع دي. تمام. طيب عايز برضو اعمل للقاعدة اللي فوق، فهاخد ده كده كوبي، ونفس الفكرة برضو ميرور، وروتيت واقول له خدهم كوبي. طيب كل دول ممكن نديهم برامتر بحيث يتغيروا كلهم في نفس الوقت. فهنسمي مثلا اكس، ممكن نخليهم طيب مش مشكلة. طيب هنيجي هنا بقى نقول له دي اي من هنا لهنا لهنا، هنخلي دول متساويين، ومن هنا لهنا لهنا دول هيكونوا متساويين. وبرضو نفس الفكرة بحيث لما أعدل في واحدة فيهم كله يتعدل في نفس الوقت. بالشكل دوت. طيب ممكن برضو ندي ده مقاس وندي ده مقاس، ونفس القيمة دي هنحطها هنا، لأن احنا عايزين الترابيزة تكون مربعة وليس مستطيلة. وده برضو هلغي منه موضوع الإيكوال دوت، ودوت ودوت هديله بارامتر وليكن مثلا اكس 1، وده وده اكس 2. طيب قول هنعمل الشغل بتاعنا في الجزء اللي فوق دوت الاول، فاقول له ان انا عايز اعمل اكستروشن
من هنا كده لهنا، وهنقفل طبعا الاقفال كده، يبقى الشكل كله. لا انا عايزه مفرغ من جوه، فهديله بالشكل دوت. تمام، تعال نشوف بقى موضوع الارتفاع. هرسم بقى الريفرنس لاين للقاعدة اللي تحت، وريفرنس لاين للقاعدة اللي فوق. ممكن نقول له ان القاعدة اللي تحت ديت دي هتبقى الارتفاع بتاعها مثلا من هنا 150، ونقفلها على كده. ودي برضو 150. ويخلينا نقفلها برضو. يبقى دي لو هي القاعدة اللي فوق، هنيجي كده ونقفلها، ونيجي كده ونقفلها. بالشكل دوت. طيب عايز اتحكم بقى في الارتفاع، هنعمل ده كده برامتر، وليكن ممكن نسميه هاي. بالشكل دوت. طيب نرسم بقى القاعدة اللي تحت. وهقول له اوكي، واروح بقى للفيشن، واتاكد ان هنا دوت مرتبط بالريفرنس بتاعي. تعال نشوفها بقى في 3D، هيظهر معايا بالشكل دوت. طيب انا عايز اربط بينهم وبين بعض، يعني مش هتفضل موجوده كده في الهواء. فمن كرييت مش هقول له بقى اكستروشن المره دي، هقول له بلند. بلند معناه ان انا برسم حاجه تحت وبرسم حاجه فوق. فالجزء اللي تحت هقول له مثلا من هنا لهنا، ولو رسمت اللي فوق هنا يبقى انا بوصل بين ده وده. لا هقول له ادي التوب، وهرسم من هنا لهنا بالشكل دوت. خلينا نيجي هنا وهقول له خلي دي مثلا متر، وبعد كده هبدأ بقى اعمل سيلكت كده، هقول له دي خليها مرتبطة بديت، ودي مرتبطة بالجزء اللي فوق. وبعد كده هروح للفلور بلان، الاقيه بالشكل دوت. وبعد كده هقول له روتيت، وبعد كده كوبي، ممكن نخليها الري، او ممكن كل شويه بقى نغير نخليها زاويه كام. اقول مثلا من هنا، من هنا لهنا بالشكل ده. طيب تاني هنعلم عليهم بقى الاتنين مرة واحدة، واقول له روتيت، واقول له كوبي، ونقطة المركز هخليها هنا، واقول له من هنا لهنا. تعالى بقى نشوفها في 3D، كله ظبط الشكل. عايز بس ايه نتأكد ان كل حاجة مظبوطة.
الشكل دوت. في ال 3D اهي ممكن بقى ايه نيجي هنا ونرسم الجزء اللي فوق عشان نحط عليه الاكل، ما هي مش مجرد منظر برضه يعني. واحط حاجة هنا تانية واغير ال الماتيريال بتاعتها، اروح اقفل واروح قايل ان دي هنا بالشكل ده، بحيث ان لو انت غيرت كل الداتا الشغل كله يتغير معاك بدون اي مشاكل خالص، كله مربوط كده وكله تمام يا معلم. ناقص بس ان انت تيجي هنا تتعلم على دي وتديها ماتريال، اي ماتريال انت عايزه، ممكن تديها مثلا ماتريال ازاز والباقي كله تديله اي حاجة ستيل مثلا. تقدر تيجي هنا في اي وقت وتغير الارقام، خليها 3000 تلاقي كل حاجة بتتغير معاك، الاتش